مرحبا. يا أهلا يا أهلا، تعرفنا على اسمك ومن وين؟ أنا اسمي أصيل هزيم، أنا جاي أقدم لكم موهبة الغناء، بغني. وش تبي تسمعنا اليوم؟ أسمعكم اليوم للأستاذة أم كلثوم، أنت عمري. أنت أولا كم عمرك يا حازم؟ أنا عمري 12 سنة. يعني وليش اخترت أم كلثوم؟ يعني واحد من سنك المفروض أنه يسمع يعني على الأقل يعني نجوى على الأقل، ليش أم كلثوم يعني؟ أنا بحب كثير الطرب والأغاني القديمة، أم كلثوم وعبد الحليم. بعدين مش هويته الصغار، مش هويته يغني للصغار. يلا يلا يا حازم يلا. رجعونا ليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا راحوا الله علمونا ندم على الماضي وجراحوا شفتو قبل ما تشوفك عيني يا حياتي عمري ضاع احسبه قبل ما تشوفك انا يا عمري ضايع احسبوا ازاي عليا انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح صوتك مش بفوت بالقلب بقلب القلب صوتك أكبر منك مش بسهولة حدا بيقدر يبكيني بكيتني شكرا. الأغنية هي أغنية كبيرة وأنت شاب صغير بس أديتها بطريقة كبيرة باعتقادي هيك أضفت للأغنية إضافة أنا بهنيك يا أحلام شفته أصيل والله فعلا اللي أنا حسيته كمستمع عادي أنك بتحاول تعمل لنفسك شخصية مختلفة في الغنى عندك إذن وعندك حس وإن شاء الله أنه نفتخر فيك يوم أنك تكون أنت مطرب رائع شكرا شكرا أنا بدي أصيل يكون قدوة لجيله أنه ما يكون المطرب مراية يكون المطرب موهبة حقيقية نعم 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 200% نعم
نعم يا أصيل، برافو عليك.